لكم اخترنا لكم مجموعة من أجمل الأهداف التي سجلت إلى حد الآن. ابتداء من العدد القادم إن شاء الله سنختار التوب 10، ولكن أنتم من تختارونه عبر التصويت على الصفحة الرسمية للفيسبوك الخاصة بالتلفزيون الجزائري. نتابع سويا الأهداف المختارة، وبعد ذلك وعلى مدار أسبوع كامل بإمكانكم التصويت، ولون الاختيار صعب نوعا ما. نتابع سويا.